أنا لو هكتب هكتب بدموعي ودموعي قليلة، إزاي هنعيش في الدنيا دي بنظلم أقرب ناس في العيلة؟ أختي اللي أنا مستنية منها الأمان، ليه بتقلب قلب أبويا عليا كمان؟ عمري ما كنت أتصور منك ده يا حبيبتي، وإزاي مكتوبة في الأوراق إنك أختي. عايزة أبويا يرجع ليا، والله دموعه غالية عليا، والله ما أقصد ليكوا أذية، هو شطان ودخل ووجعنا، خلى الناس كلها تسمعنا. ارجع ليا يا أبويا كفاية، وانتي يا أختي تعالي معايا،